السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع المشتركات والمتابعات. لو أول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو أو أول مرة تدخلوا هذه القناة، ضغطوا على الزر الأحمر واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وصفتنا في هذه الحلقة عبارة عن سيجار محشي ولكن بحشوة رائعة جدا وجديدة. هي مكوناتها بسيطة جدا، ولكن هناك بعض الإضافات أو طريقة مزج المكونات كنحصل على واحد النكهة رائعة جدا في هذه الحشوة. بالنسبة للمكونات، محتاجين لحم مفروم، ممكن تستعملوا لحم الخروف، لحم البقر، لحم الدجاج، لحم الديك الرومي، أي شيء، المهم لحم. محتاجين بصل وفلفل، أنا قطعتهم قطع صغيرة على شكل مربعات، كوسة وجزر مبشورين مع بعضهم، شعرية صينية. طبيعة الحال كلنا كنعرفوا طريقة إعداد الشعرية الصينية، كنوضعوها في الماء المغلي ونغطيوها ثم نقطعوها بالمقص وها هي جاهزة. محتاجين زيت الزيتون، صلصة الصوجة، وهذا هو السر، من الضروري تكون صلصة الصوجة، خيار مخلل أو كورنيشون، وهذا كبار مخلل قطعتهم قطع صغيرة. ممكن تضيفوا الحامض، انا اكتفيت بهذه المكونات الاثنين الاخيرين، الخيار والكبار، انهم اصلا فيهم نكهة الحامض. محتاج خليط من البقدونس والقزبر، انا ديما كنخلطهم مع بعضهم، ثوم واحد، فلفل حار، فلفل اسود، ملح، واخيرا ورقة البسطيلة. استعملت هنا الورقة الصغيرة لأنه غنقوم بحشو ورقة واحدة، يعني قطعة واحدة، نحتاج ورقة واحدة، ما غنحتاج أنني نقطعها لا على النصف ولا على الربع. بالنسبة للطريقة، ناخذ مقلاة نوضع فيها زيت الزيتون، جميع الخضروات، جميع التوابل، ونوضع الكل فوق النار. من بعد نضيف اللحم المفروم ونرجعها فوق النار ونخلي كل شيء ينضج. بعد ما أصبحت حشوة اللحم والخضر جاهزة، الآن نضيف الشعرية، الخيار الكبار، وصلصة الصوجة، نضيف كمية كبيرة يعني على حسب الذوق، على حسب الذوق، ونحرك الكل جيدا. الآن نخليكم مع طريقة الطي أو طريقة اللف، هي طريقة معروفة يعني جدا، ممكن تستعملوا أشكال أخرى عادي، فأنا المهم عندي هنا هو الحشوة. أما طريقة اللف على شكل سيجار أو على شكل بريوات أو على شكل بسطيلة، هذا شيء اختياري. ومن بعد نرسلها أو ندخلها للفرن. هذا هو الشكل النهائي للسيجار بحشوة رائعة جدا، صدقوني المذاق رائع، يعني صلصة السوجة مع الخيار، الحموضة اللي في الخيار وفي الكبار، وأيضا الفلفل الحار، كتعطي واحد النكهة رائعة جدا. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، ما حدنا مازالين في شهر رمضان. أشكركم جدا على المتابعة، انتظروني في الفيديو القادم. صيام مقبول، باي باي.